اهم حاجه في برنامجنا ده انه حكاياتكم، فمهم جدا بالنسبه لنا اننا نسمعكم، عشان كده حبينا نسمع الناس في الشارع في مواجهه المواقف او الجرائم ممكن يعملوا ايه. خلينا نشوف قالوا لنا ايه. لو حصل جريمه قدامي في الشارع هتدخل، بس مش قوي يعني، هحاول ان اشوف الناس تقدر هي تعمل الحاجه الصح. جريمه ممكن اتدخل قبل ما الجريمه تحصل، بقى اتدخل فيها لو حاسس ان في حد مثلا هيعمل مشكله مع حد وبيضرب حد وممكن هيموته او ايا كان، لازم اتدخل طبعا. ده انا مجبر ان اتدخل، ديني بيقول كده. بص، هو عموما انا ممكن ما اتدخلش، لان احنا القانون والوضع بيقول ان احنا لو انا المفروض ان انا بعمل خير او ادي مثلا الحقه في مستشفى انقذ الموقف، لكن القانون بتاعنا ممكن يدخلنا انا سنف وجيم. على حسب السكيل بتاع الجريمه يعني، لو حاجه كبيره ما اقدرش اساعد فيها ممكن يعني استعين بحد يساعد، لكن لو حاجه انا ممكن يعني حاجه صغيره ممكن احاول اساعد فيها او انا اقدر ابقى طرف في الموضوع عادي من غير ما تاذي او اذي حد هساعد طبعا. لو حصلت جريمه في الشارع انا مش هتدخل. والله هو حسب موقف الجريمه، لو هي قويه قوي ممكن اطلب البوليس، ولو هي مثلا حاجه بسيطه ممكن اقدر لو قدرت اتدخل هتدخل، مفيش مشكله يعني. والله انا لو شفت خناقه دلوقتي في الشارع مش هتدخل، ممكن قبل كده كنت اتدخل لكن دلوقتي لا. هتدخل لازم احوش يعني، انا اتربيت ان انا ما ينفعش اشوف حد بيتخانق واسيبه. ممكن اتدخل علشان ده مساعده، مساعده الشخص ممكن هيتاذي. لو الخناقه دي تخص حد غلبان وحاسس ان هو مظلوم فيها ماشي، انا هقف معاه، ولو وصلت ان انا اروح الاسم هروح الاسم، مفيش اي مشكله. لو طلب مني الشهاده لا في الاسم مش هروح. هروح لو استدعى الامر ان انا اروح، هروح اشهد بالحق عادي. هروح هشهد يعني لو واحد غلبان مثلا ولقيت حد بيفتر عليه في الشارع ماشي، هروح واشهد معاه. هروح اشهد في الاسم عشان انا لو لقيت المشكله فعلا محتاجه الشهاده هروح طبعا واقول اللي حصل. يعني لو شفت حاجه غلط اكيد مش هسيبها ان هي تفضل زي ما هي كده، هو مغيرهاش تمام. لو وصلت ان احنا وصلنا للاسم واشهد، لا هشهد. كان في موقف ومشده وكده، لما رحت الاسم افتكروني اللي ضارب الراجل، فما روحش طبعا. بعمل ضميري يعني، اللي انا شفته ممكن اقوله لان ممكن يكون في واحد مظلوم.